اهلا بحضراتكم من جديد. قطاع الاكاديميات في النادي الاهلي قطاع مهم جدا جدا جدا، قطاع استثماري بيحقق ارباح ماديه للنادي الاهلي بشكل كبير، وايضا يعني للامور الفنيه واكتشاف المواهب مهم جدا. شفنا الفتره الاخيره لعيبه كتير من الاكاديميات تنضم لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ولعيبه كمان مميزه مش في القاهره بس، لا ده في كل المحافظات. علشان يكون يتولى هذا الملف لازم يكون ناس ليها خبرات كبيره، طبعا مدير الاكاديميات كابتن عبد المنعم شطه تاريخ كبير حدث ولا حرج، ايضا كمان المنضم حديثا بقى للامور الفنيه، وان شاء الله هنشوف طفره كبيره جدا في اكاديميات النادي الاهلي من حيث الامور الفنيه. كابتن خالد جدالة صاحب التاريخ الكبير وصاحب ايضا يعني ايه اكتشاف مواهب كبيره للكره المصريه دلوقتي، ما شاء الله لعبت وبقت حاجه كبيره جدا في الكره المصريه. في البدايه برحب بضيفي كابتن خالد جدالة، منورنا كابتن خالد. الله يخليك كابتن اسامه، وسعيد جدا بوجودي معاك. احنا اللي اسعد ومنور في بيتك في قناه الاهلي. الله يخليك يا كابتن، شكرا. قبل ما نبتدي بقى الكلام عن اكاديميه النادي الاهلي والعمل الجديد ان شاء الله، تعال نسمع التقرير ده الاول ونرجع نبتدي الحوار مع بعض. كان ولا يزال النادي الاهلي هو المدرسه التي يتعلم فيها ابناؤه المبادئ والاخلاق والقيم قبل الرياضه وكره القدم. خالد جدالة واحد من تلك الأسماء التي شربت وتعلمت في الأهلي وصارت على مبادئه. لم يكن نجم الأهلي السابق مميزاً كلاعب كبير في كرة القدم فقط، ولكنه كان مثالاً يحتذى به في الأخلاق والسيرة الطيبة والقدوة الحسنة للأجيال الجديدة. هو أحد نجوم ورموز الجيل الذهبي بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني. بدأ مشواره مع القلعة الحمراء عام 1975 عندما ضمه الجنرال الراحل محمود الجهري من نادي هليوبوليس، وتدرج في جميع المراحل السنية المختلفة. خاض أول مباراة رسمية له مع النادي الأهلي عام 1977، وكانت أمام المصري وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف. كان خالد جدالة الذي لقبه الناقد الرياضي الكبير الراحل نجيب المستكاوي بالفناجيل الصغير، كان أحد أفضل نجوم حقبة الثمانينات، واستمر لاعبا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في الفريق الأول بالنادي الأهلي لمدة 12 عاما، وبالتحديد من عام 1977 وحتى عام 1989. لعب خالد جدالة إلى جانب أشهر نجوم كرة القدم المصرية أمثال الأسطورة الكابتن محمود الخطيب وطاهر أبو زيد، ونجح في حصد أكثر من 20 بطولة مع النادي الأهلي ما بين دوري ممتاز وكأس مصر وبطولات إفريقية، كما أحرز خلال مشواره الكروي 87 هدفا، ومثل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والشباب، واعتزل اللعب رسميا عام 1989 مفضلا إنهاء مشواره بين جدران القلعة الحمراء صاحبة الفضل في شهرته، رافضا الانتقال لأي ناد آخر رغم العروض العديدة التي تلقاها وقتها من أندية أخرى كانت تريد الحصول على خدماته. بدأ خالد جدالة مشواره التدريبي في مدرسة الكرة بالنادي الأهلي، ثم التدرج بفريق الناشئين والذي حصل معه وحقق أيضا بطولة نادي الوحدة الإماراتي الدولية تحت 17 سنة مع الأهلي، وهو ما أهله لتولي تدريب منتخبات مصر في الناشئين عام 86، وقدم للكرة المصرية وقتها عددا من المواهب الفذة والبارزة. الآن يتولى خالد جدالة مهمة جديدة في أكاديميات الأهلي، نناقش معه مستقبل المواهب الجديدة وتطوير أداء المدربين. تاريخ كبير يا كابتن خالد داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. والله يا كابتن أسامة من زمان طبعا يعني أنا في بداياتي، من بداياتي التدريبية ابتديت في مدرسة الكورة، ثم بقى تدرجت في فرق الناشئين بدءا من 15 سنة و17 سنة،
وبعدين منتخبات مصر الناشئين والمنتخب الاولمبي فالواحد اخذ مشوار طويل يعني. مشوار طويل بخبرات كبيره جدا. طبعا طبعا لان عدى الخبرات معنى لما بنقول خبرات برضو نشرحها للناس عشان الناس تفهمها ان عدى عليك مواقف كتيره جدا هي دي اللي زودت من خبراتك. يعني بمعنى ايه؟ عدى عليك ان انت بتلعب مثلا ماتش فرقتك مطرود منها لعيب وماتش مطرود منها اتنين لعيبه وماتش انت كسبان وازاي تحافظ وماتش انت خسران ازاي تعوض. فكم الخبرات وكم التعامل مع عدد كبير من اللعيبه. يعني انا تقريبا خلال مشواري التدريبي يعني مرنت تقريبا اكتر من 500 لاعب. 500 لاعب ابتديتها من تحت من مدرسه الكوره لفرق قطاع الناشئين للمنتخبات لفرق في الممتاز بيه لدوري ممتاز في دول الخليج بقى. دلوقتي الكابتن خالد جد الله هو اصبح المدير الفني لاكاديميه الاهلي. الاول راي الكابتن خالد في فكره الاكاديميات. طبعا فكره اولا استثماريه من الدرجه الاولى. نمره اتنين ان النادي الاهلي دايما هو رائد لاي حد. فالنادي الاهلي ما بيفكرش في ان الاكاديميات تبقى فكره استثماريه فقط. هي في الاساس فكره استثماريه، ولكن الاهتمام بالنواحي الفنيه والاهتمام بالولاد اللي بتيجي من خلال التدريبات في الاكاديميات ازاي انت تكتشف منهم مواهب تقدر تثقلها وتقدر ان انت تقدمها لقطاع الناشئين تفيد النادي. فدي من الحاجات اللي السنه دي باذن الله النادي الاهلي حسب توجيهات الكابتن محمود الخطيب هو مركز جدا على الحته دي، ازاي من خلال الاكاديميات نستفيد فنيا في اكتشاف بعض المواهب كويس اللي هي ممكن نسقلها ونشتغل عليها ونقدمها لاختبارات قطاعات الناشئين، وهم بيبقى ليهم طبعا الراي الاخير. لا بيشوفوا اللعيبه لا اما بياخدوه لا اما ما بياخدوهش، ولكن الحته برضو المتابعه الفنيه هتزيد بدرجه كبيره جدا كويس. لان انا طبعا الحته دي انا يمكن تخصصك فيها تخصصي وجاي عشانها. نمره واحد يعني انا الخص يمكن ورقه العمل بتاع شغلي. نمره واحد وضع برامج التدريب لكل المدربين في جميع الافرع بتاع الاكاديميه هاي. وتوحيد السياسه التدريبيه اللي هياخدها كل اللعيبه على مستوى الاكاديميه هاي. نمره اتنين بعد وضع البرامج متابعه المدربين في تنفيذ هذه البرامج كويس. نمره تلاته التقييم الفني بالنسبه للمدربين. نمره اربعه اكتشاف اللعيبه المميزه ووضع برامج تدريب مختلفه عن اللعيبه اللي هي اللعيب الموهوب غير اللعيب القليل شويه بالظبط. هيتحط له برامج يمكن اعلى شويه بحيث ان هي تثقله وتبين مستواه بشكل اكتر ويحصل تطور في مستواه بشكل اسرع. نمره خمسه طبعا مع الكابتن شطه يعني اتفقنا ان هنجيب ادوات جديده للتدريب بالنسبه هيبقى في تطوير كبير باذن الله باذن الله. وزي ما قلت لحضرتك كابتن اسامه ازاي اللعيبه المميزه ان احنا انا بتابعها وبسجل اساميها وبنقدمها لقطاعات الناشئين ان هي تقدر تخدم النادي باذن الله. كويس. ابتديتوا العمل يا كابتن خالد ولا لسه العمل للموسم الجديد؟ ابتدينا من 1/6 ولكن كلها حاجات تنظيميه يعني حاجات اداريه كلها لسه. الكابتن شطه قايم بمجهود طبعا كبير جدا في النواحي التنظيميه والنواحي التشكيل الاجهزه والكلام ده كله. انا من ناحيتي يمكن من 10 ايام رحت انا والكابتن شطه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد وعملنا اجتماع مع اولياء الامور واستمعنا ليهم وكان ليهم بعض الملاحظات عن الموسم اللي فات ايدناها وباذن الله هنحاول على حلها ونحاول على تطويرها. وهم بعد الاجتماع يعني شكرونا بشكل كبير جدا وقالوا ان هم متفائلين بالموسم اللي جاي. خلي بالك يا مسؤوليه كبيره جدا. ان شاء الله النادي الاهلي عنده ما يقرب من 16 17 اكاديميه. النادي الاهلي توجهه انه يعمل اكاديميات في بره في الدول العربيه في افريقيا، فهي مسؤوليه كبيره. انا بقول في الاول وفي الاخر هي في اكتشاف المواهب بالظبط، وهو ده فعلا الاساس وده اللي هنشتغل عليه لان عدد كبير جدا في الاكاديميات على مستوى ال 16 فرع اللي موجودين مش معقول ما فيهمش مواهب ومش مش معقول ما فيهمش لعيبه ونقدر نكتشفها ونقدر نطور مستواها ونثقلها ونقدمها ان هم ممكن يصبحوا نجوم في المستقبل. طب حته التنسيق بقى يا كابتن خالد هي مهمه جدا. النهارده عندك لعيب مثلا في فرع ما لعيب مميز موهوب عايز تبدا بقى توديه قطاع الناشئين، حته التنسيق ما بين الاكاديميه وما بين الكابتن خالد بيبو
طبعا لازم هيكون في تنسيق كبير، ولكن في البدايه هي المتابعه، والمتابعه دي هتبقى عليا انا، يعني يمكن هيبقى فيها مجهود شويه زياده، ولكن انا كل مدرب هيكون مسؤول عن مجموعه معينه من اللاعبين بيرشح اللعيبه المميزه، انا بحطها تحت بتابعها يعني مره المدرب في الفرع نمره واحد المدرب كويس بيرشح لي في المجموعه دي انا عندي فلان وفلان، انا بتابعه وبشوفه وبشوف هل هذا الكلام، وطبعا من خلال انا مش تابع بس، لازم ابقى عارف انا برضو عشان انا اشتغلت في قطاعات الناشئين كتير، ببقى عارف المستوى اللي هيمشي مع قطاعات الناشئين. صح مظبوط. يعني النظره دي بدل ما نضيع فيها وقت بتبقى باينه، ولكن هيكون في تفاهم بعد ما ننقي لعيبه مميزه انا شفت واقتنعت ان هم ممكن يكون ليهم دور وممكن ينضموا لقطاعات الناشئين، طبعا هتواصل مع الكابتن خالد بيبو ومع المدير الفني الاجنبي لقطاعات الناشئين بحيث ان احنا ننظم لهم مواعيد هم يتفرجوا عليهم مره واثنين وثلاثه، وبعد كده طبعا الراي الاخير بيبقى ليهم. وحضرتك دلوقتي بتتكلم وبتقول سبق لك العمل في قطاعات الناشئين، دلوقتي بقيت بتعرف اللعيب اللي يصلح لقطاعات الناشئين. طبعا. طيب. حتى اللي يصلح للي هيكمل ولا مش هيكمل. اكيد انت طلعت لعيبه كتيره. طيب عايز اخد رايك. اتفضل. يعني وهعرف الاجابه بعد الفاصل. دلوقتي لما يكون في لعيب نجم ومعتزل، هل الافضل ليه وهو بيبتدي مشواره التدريبي يبتدي مع البراعم الولاد الصغيره ولا يبدا مع السن الاكبر؟ هعرف الاجابه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن خالد، كنت بسالك قبل الفاصل، النهارده بيكون لعيب كوره نجم واعتزل، تاني يوم عايز يشتغل في التدريب بيتحط في قطاعات الناشئين وبيتولى ممكن البراعم. خطورة الأمر ده إيه؟ خاصة النهاردة أنت البراعم هي يعني فترة التأسيس، فالنهاردة هل يصح أن ممكن يكون مهما كان اللاعب المعتزل أو اسمه ممكن يتحط في البراعم، ولا الأفضل لو هو عايز يشتغل في التدريب ممكن يتولى فريق سنه أكبر شوية؟ لا، هو الأفضل أن هو ما يبتديش مع البراعم، لأن شغل البراعم في منتهى الصعوبة. ليه؟ لان المرحله بتاعه البراعم دي بتبقى مرحله التعليم. يعني لو اتكلمنا على مراحل علم التدريب الرياضي هما ثلاث مراحل، تعليم وبعدين صقل وبعدين تثبيت. فمرحله التعليم بتبقى محتاجه خبرات كبيره جدا ومواقف مختزنه جوه دماغ المدرب، ما بيكتسبهاش على طول من وهو بعد ما يبطل لعب، بيكتسبها من خلال الشغل. فالاحسن ان نجم كبير او نجم بطل، نمرة واحد ازاي ان هو يشتغل مع مدرب يستفيد منه شوية ويستفيد في التعامل مع لعيبة، وفي نفس الوقت يثقل نفسه بالدراسة، لان كرة القدم هي علم وكل يوم في كرة القدم في جديد تتعلم. فلازم المدرب يطور نفسه، ولازم يدي نفسه فترة ان هو يطور نفسه من خلال بقى الدورات، من خلال رخص التدريب، وفي نفس الوقت يشتغل مع مدرب يكتسب منه خبرات. بعد فترة ممكن نقول سنتين ممكن ان هو يشتغل بقى لوحده، سواء بقى في فرقة، بس برضه يبعد عن البراعم. بعد 5 سنين من مزاولته للمهنة ممكن ان هو يشتغل. ابرز الاسماء اللي الكابتن خالد جد الله وهو في مشواره التدريبي اتعلم منه. لا، اتعلمت كتير ومن ناس كتير. نمره واحد طبعا الله يرحمه كابتن جوهري. كابتن محمود الجوهري اتعلمت منه وانا بلعب، يعني وانا بلعب معاه وهو المدير كان مدرسه كابتن جوهري. طبعا كان سابق عصره. وفعلا كان اثبت ان التدريب نمره واحد موهبه بيثقل بالدراسه. لو الموهبه موجوده بتوفر عليك حاجات كتيره جدا وتوفر عليك وقت كبير جدا. فهو كان مدرب موهوب واثقل نفسه بالشغل وبالعلم، واشتغلنا معاه احسن سنين عن نفسي انا، احسن سنين لعب يعني كانت مع كابتن جوهري. وفي التدريب بقى مدرسه والله كتير، كان كابتن جوهري طبعا، كابتن طه اسماعيل، كابتن سايس، دون ريفي، باتلر، الناس اللي اشتغلت اللي مرنوني بشكل كبير جدا. في مدربين انا اشتغلت معاهم يعني في المنتخب الاولمبي، في منتخب مصر الاولمبي اشتغلت مع مستر زيجي هيلد الالماني. ده استفدت برضه منه بشكل كبير جدا. وانا ماسك بنياس في الامارات الفريق الاول، اشتغلت مع مدرب الماني برضه بيرنت كراوس، برضو يعني استفدت منه كتير جدا. وعلى فكرة يا كابتن أسامة، في مهنة تدريب انت ممكن تستفيد وتتعلم من مدرب لسه بادي، يعني في حتة معينة، يعني في حتة معينة، لان كرة القدم ما فيهاش اخر، يعني علم كرة القدم ما بيقفش. لا، فأي مدرب لازم هيستفيد، ولازم اللي هو بيحب شغلته مش عيب ان هو يستفيد من اي حد حاجة تضيف له يعني. تمام.
وكابتن خالد جدالة مدير الفني لاكاديميه الاهلي، كابتن شطه المدير مدير الاكاديميات كلها، في تنسيق وتعاون كبير. طبعا كابتن شطه طبعا كابتني لعبنا مع بعض يعني، والكابتن بتاعي، وهو طبعا شخصيه جميله جدا ولذيذه جدا ودؤوب جدا في عمله ومنظم جدا. طبعا خبرات كبيره جدا اكتسبها من خلال شغله برضه في الاتحاد الافريقي. فانا سعيد جدا ان انا اكون موجود معايا. طب قول الو. الو خالد. كابتن كابتن شطه حبيبي يا كابتن. ازيك يا كابتن شطه، منورنا وتحياتي الكابتن خالد جدالة. نوري الناس الاكاديميات والنادي الاهلي وموجود ان شاء الله. الله يخليك يا كابتن. نوفق في السنه دي باذن الله. الله يخليك كابتن. كابتن شطه اعلنتوا خلاص عن العمل للموسم الجديد، وكابتن شطه برضو حدد ارقام لاولياء الامور اللي عايز يشترك في اكاديميه الاهلي، مظبوط كده؟ عملنا اللائحه واعتمدناها من لجنه التخطيط ومجلس الاداره، واول ما تم اعتمادها رسميا اعلناها وبعتنا اللائحه لكل الافرع اللي موجوده الان، والافرع الجديده اللي هتتفتح ان شاء الله اول ما نستلم العقود هنبعت لهم اللائحه الجديده بتاعتهم، ونبدا ان شاء الله نجهز الافرع الجديده عشان نبدا ان شاء الله على يوم 3/7 تقريبا في مدينه نصر والشيخ زايد. اكيد اكاديميه الاهلي ان شاء الله هتستفيد من كابتن خالد جدالة، يعني مدرب كبير واسم كبير، وتستفيدوا منه خلال الفتره الجايه يا كابتن شط. احنا يا اسامه لازم تكون عارف، احنا طبعا اولاد النادي الاهلي اختبارات كبيره، اللي اشتغلوا بره واشتغلوا داخل النادي ولعبوا للنادي، ودائما الحقيقه هم وجودهم في الاكاديميه او في قطاع الناشئين بيبقى ليها ثقل كبير جدا، لان الخبرات اللي عندهم يعني قد تكون الافضل نوعا ما، لكن هي طبعا من خلال مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي. النادي الاهلي مش بياخد بطولات بس، النادي الاهلي مش بيطلع لاعبين مميزين بس، النادي الاهلي برضه بيخرج اداريين وخرج مدربين وخرج يعني كفاءات على مستوى كل الامور الاداريه والفنيه دي حاجه مهمه جدا لازم الناس تكون عارفاها. واحد زي كابتن خالد جدالة، زي محمود صالح، احمد عبد الباقي، زي كابتن حماده مرزوق، كل اي حد موجود في الاكاديميه ده بيضيف فيها طبعا. طبعا. لان الحقيقه برضه فيها كمان دلوقتي عندنا كمان عندنا امير عبد الحميد موجود برضه معانا بيستفيد من وجوده في الاكاديميه دي، كلها حاجات بتضيف يعني للاكاديميات يعني حاجه مهمه جدا انك انت تستعين بخبرات زي خالد جدالة الان. احنا السنه اللي فاتت يا اسامه لو تفتكر احنا كنا اتفقنا انه يكون في مدير فني موجود مع المدير الاداري، وحصلت طبعا تقريبا مشاكل بسيطه. كنت انا متحمل مسؤوليه كامله فنيا واداريا، تعبت جدا ما قدرتش اطلع كل قطاع كبير جدا يا كابتن شط، قطاع الاكاديميه ما قدرتش اطلع كل المجهود ان انا اخلينا فنيا واداريا. الحقيقه وجود خالد جدالة الان هيكون له ثقل كبير جدا لاولياء الامور عشان يعرفوا ان في واحد هيقيم المدرب ويقيم اللاعب ويشوف اللاعب الكويس اللي يستحق يروح قطاع الناشئين من خلال لجنه فنيه هتتعمل برئاسه كابتن خالد جدالة. كل الحاجات دي افتقدناها الموسم اللي فات، كنا بنستعين بقطاع الناشئين، بعدنا مدربين وبعدنا فنيين عشان يساعدونا مع مدربين طبعا الاكاديميات المختلفين. فدي كلها حاجات مهمه جدا هتفيدنا السنه دي، اننا السنه دي هنبدا من اول الموسم نصنف اللاعبين المميزين عشان ياخدوا برامج مختلفه. وانا قلت كابتن خالد جدالة، يا كابتن خالد عايزين نعمل برامج للعيبه المميزه عشان ترفع من مستوى اللاعب من خلال البرامج ديت، عشان اللاعب اللي هو في الاكاديميه بياخد نفس التدريب اللي بياخده اللاعب الاقل فالاقل فالاقل، او اللاعب المبتدئ، او اللاعب اللي لسه عايز مجهود. فدي كلها طبعا هتكون لها دور كبير جدا ان شاء الله من خلال باذن الله. ان شاء الله كابتن شطه، واكيد كابتن خالد اضافه كبيره، وحضرتك كمان الاسماء اللي قلتها اسماء ونجوم كبار في النادي الاهلي. دايما يا كابتن شطه والنادي الاهلي سابق بخطوات عن الانديه الثانيه، واحنا بنشوف دلوقتي النادي الاهلي ما شاء الله يعني بنتكلم في 16 17 فرع للنادي الاهلي في اكاديمياته في جميع المحافظات. الفرع الجديد ان شاء الله هيكون فين يا كابتن شطه؟ ما عندنا فرعين. بتفكر فين دلوقتي؟ جدا جدا. فرع في سموحه وفرع في سبينا كوم. فرع فين يا كابتن شطه معلش تاني؟ فرع في سموحه. سموحه دي طبعا دار من اوائل الاكاديميه اللي اتعملت، النادي عملها من فتره طويله جدا. تمام. لكن ما استمرتش نظرا لظروف خارجه طبعا عن اراده النادي الاهلي. لكن الان الحقيقه استطعنا يعني بعد ما مركز شباب سموحه تم يعني صيانته واصلاحه بقى يعني على اعلى مستوى، استطعنا نتفق مع الحقيقه مع المسؤولين في سموحه. الان هنفتتحها ان شاء الله لاول 7 باذن الله، و
في اكاديميه في شبينكوم. شبينكوم دي من زمان بنحاول نروح لها، ما كناش لاقيين مكان، لكن وجدنا مكان هي مميز جدا جدا، والحمد لله تم اعتماده رسميا من لجنه التخطيط. والان ان شاء الله الاسبوع القادم انا وكابتن خالد رضا الله هنروح نزور هذا المكان، وهيمسكوا كمان مين مدير الفرع كابتن احمد نخله. طبعا كابتن احمد نخله نجم الاهلي الكبير. طبعا طبعا اسم كبير كابتن معايا سام ولا لا لحقته في الاخر يا كابتن شطر حياته في الاخر، بس كان عندنا في القناه من شويه قابلته سلمت عليه وقفت معاه. كابتن احمد نخله اسم كبير وشخصيه جميله ما شاء الله عليه. بس لك هيكون مسؤول عنها ان شاء الله ربنا يوفقك. اسمها ميت خاقان تقريبا. كابتن شطه دايما بسالك سؤال هفضل اكرره على طول. كابتن شطه اسم كبير في افريقيا، امتى ان شاء الله هيكون النادي الاهلي يغزو افريقيا ويكون اكاديميات النادي الاهلي موجوده في افريقيا يا كابتن شطه؟ الله يا سلام ان شاء الله ان شاء الله قبل شهر 9 و10 هنقدم ملف كامل باذن الله، سنعتمد الحقيقه من لجنه التخطيط، لانه الحقيقه دراسه هذه الاكاديميات بمنتهى الصعوبه. انت عارف برشلونه وريال مدريد ومانشستر يونايتد كل الاكاديميات الاوروبيه في افريقيا انا كنت متابعها جيدا بحكم عملي كمدير فني للاتحاد الافريقي. هذه الاكاديميات الحقيقه من سلبياتها الكثيره اللي انا شفتها نستطيع ان نتجنب هذه السلبيات والمصاريف الكثيره اللي تصرف في بعض الامور الخاصه بالملاعب والخاصه باداره الاكاديميات. ان شاء الله السنه دي من خلال الدراسه اللي انا عملتها باذن الله هنعمل الاكاديميات دي بحيث انها تكون لها فائده فنيه وفائده كمان ما تبقاش عبء على النادي الاهلي يصرف عليها بدون ان يكون لها عائد مادي وعائد كمان فني من لاعبين كبار نقدر نستعين بهم في النادي الاهلي مستقبلا ان شاء الله. ان شاء الله يعني اول لما اوصل للنتيجه الحقيقه اوعدك ان انا ان شاء الله في برنامج من برامجك باذن الله هنعلن هنا ان شاء الله عن اول اكاديميه للنادي الاهلي في افريقيا تكون هنا ان شاء الله عندنا في الاشغال في قناه الاهلي. يا اسامه النادي الاهلي في افريقيا اسم كبير طبعا الناس كلها. انا لما عرضت العمليه دي على الاتحادات الافريقيه كله طلب يعمل الاكاديميه كله طلب. جنوب افريقيا، السودان، تنزانيا، غانا. فحقيقه يعني انا ان شاء الله هقدم ملف للجنه التخطيط واول ما توافق عليه ان شاء الله تكون يعني انت ان شاء الله. طب شطه بمناسبه افريقيا واحنا بنتكلم عن افريقيا اخيرا حضرتك شايف ازاي مباراه الاهلي والترجي القادمه ان شاء الله يوم السبت القادم؟ النادي الاهلي نادي بطولات، يعني احنا بنلعب عشان نكسب بطوله، مش هتفرق معانا اي حاجه ثانيه. الشماريخ، غزو الجماهير الملاعب، كل الحاجات دي النادي الاهلي ليه فيها صعبه جدا. لو تفتكر 82 كانت خالد جد الله فاكرها. طبعا لما لعبنا هناك. ايوه طبعا كانت هناك معركه حصلت في الملعب. اول بطوله خدناها سنه 81 كده. حقيقة 82 يتذكر طبعا. 82 المباريات هناك كنا بنلعب في جو ارهابي فظيع جدا رهيب. طبعا الاهلي اول بطوله خدها كانت اصعب بطوله بالظبط. والله هذه البطوله برضه من خلال الاداء اللاعبين في تونس انا متاكد تماما انه الحقيقه النادي الاهلي قادر على ان يحقق يعني ان شاء الله نتيجه مرضيه. وانا بقول المباراه اللي هناك دي يجب ان ننساها تماما. ما نعتمدش علينا ان كسبنا واحد يا كابتن اسامه. ايوه طبعا قادرين على أن نعلم تماما ان المباراه دي تكون اصعب من اللي هناك. لانه اي هدف هيجي فيك هيكون فيه يعني توتر شديد جدا وصعوبه شديده جدا في انك تلم نفسك ثاني وقلق وممكن يكون في نوع من التوتر كده. لكن انا بقول ان المباراه هتكون مباراه منفصله تماما، مش عايز انا ارجع للنتيجه اللي هناك واقول والله انا هلعب اتعادل، لا لازم العب عشان اكسب هذه المباراه ان شاء الله. وده قدر دايما النجم العاشر البطل، قدر البطل اللي دايما بيلعب في اي ظروف، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق يوم السبت القادم. بشكرك كابتن شطه شكرا جزيلا. نروح لفاصل وبعد الفاصل استكمل حواري مع ضيفي الكابتن خالد جدل. اهلا بحضراتكم من جديد. كنت بتكلم في الفاصل مع الكابتن خالد دلوقتي عن الاكاديميات خارج بقى القاهره وفي افريقيا وكابتن شطه بقول له لازم يعمل لنا ان شاء الله اكاديميه في السودان باذن الله ان شاء الله. كابتن خالد في تاريخ حياتك بقى التدريبي ما شاء الله ابتديت من براعم النادي الاهلي مرورا بفرق داخل قطاع النشئين النادي الاهلي، ايضا المنتخب الاولمبي، ايضا كمان ليك فترات تدريبيه في الخليج منتخبات مصر الناشئين وشباب. ابرز اللعيبه اللي كابتن خالد شافها واكتشفها وطلعها بقى بعد كده للكره المصريه. والله يا كابتن اسامه يعني انا يكون ليالي دور في الاكتشاف في الاول، ولكن طبعا في مدربين اضافوا كتير بعد كده. ولكن طبعا يعني اول واحد
عشان مش هنساه لانه قاعد قدامي هو كابتن اسامه كابتن اسامه حسني من هداف النادي الاهلي وانا من ساعه من وانت لسه يعني صغير انا متنبئ بمستقبل زاهر ليك ومستقبل مشرف والحمد لله ربنا يكرمك. وعلى فكره الاستوديو التحليلي بتاع مباراه الاهلي والترجي اللي فاتت دي اتفرجت عليه في ثلاثه قاعدين دول من ولادي يعني انت طبعا واحمد بلال لان احمد انا اللي جبته وعادل مصطفى فانا كنت طاير من الفرح نمره واحد عشان كسبنا طبعا والنادي الاهلي كسب نمره اتنين عشان انا شايف ولادي قاعدين متالقين في التحليل وبيتكلموا اكنهم مدربين كبار فدي كانت حاجه تسعدني جدا. صفقه احمد بلال وانت بتخلصها كانت صفقه عربيتي اتدغدغت واحنا رايحين الشرقيه لقيت عربيه جايه من ورا دخلت في العربيه نص العربيه الوراني الشنطه لو انت لسه رايح تجيب احمد لسه رايح اجيب الاستغلال تخلصه من هناك من النادي بتاعه عشان نجيب الاستغلال فطبعا احمد وكان معايا الاداري العميد عدلي الوراق الله يرحمه احمد طبعا قال لي يا كابتن خلاص نرجع قلت له نرجع فين يا ابني لا هنروح ربطت الشنطه بحبال وبتاع وكملنا وجبت الاستغلال وانا فاكر جبنا الاستغنى يوم خميس كان يوم الاحد عندنا ماتش مع المقاولين العرب في مدينه نصر في دي كانت فرقه 15 سنه تحت 15 لعبت احمد لعب كسبنا 3-0 جاب 3 اجوان ما شاء الله فيعني هي العين مهمه جدا في اكتشاف لان لعيبه كتير قوي بطلت لو اصرارك كمان العربيه اتخبطت ورا لا ورحت وتعمل العربيه وتربط عشان تروح تجيب لعيب بعد كده يلعب في نادي الاهلي سنين طويله والحمد لله مصر الحمد لله وبقى نجم كبير في بقى في المنتخبات طبعا في مواليد 86 كان حسام عاشور وشيكابالا واحمد سمير فرج دول يعني ابرز ثلاثه اللي انا ممكن لان كانوا بيلعبوا في الاشبال في الانديه انا خدتهم منتخب مصر للناشئين محدش كان يعرفوا دي دي البطوله دي احنا رحنا بطوله وديه كانت في تركيا كانت زي كاس عالم مصغر مشترك فيها 6 فرق فرنسا كانت واخده بطوله كاس العالم للناشئين ابراهيم يوسف الله يرحمه كان يوسف كان مشرف عضو مجلس اداره الاتحاد كان رئيس البعثه وكان معايا بقى علاء عبد العزيز المدير الاداري وبدير وكابتن اشرف ابو النور بالظبط الفرقه اللي رحنا خدنا مركز ثالث خدنا ميداليه برونزيه شايفين احمد سمير فرج على الشمال اهو حسام عاشور عبد الله جلال برضو لعب عبد الله جلال واحمد مجدي واحمد مجدي شريف اشرف وشريف اشرف على طول ده شريف اشرف شريف كان مواليد كان مواليد 87 اصغر سنه بس انا كنت واخده وشيكابالا ولعيبه وهاني العجيزي وهاني هاني موجود اهو وهاني العجيزي فكان رحنا خدنا ميداليه برونزيه كسبنا فرنسا بطل كاس العالم الناشئين كانت واخده كاس العالم كسبناهم 1-0 كانت يعني مش هقول لك يا كابتن اسامه طبعا النتيجه كانت يعني جامده جدا فالحمد لله ده جيل 86 منتخب الاولمبي طبعا لا جيل بقى كنت يعني قريبين قوي للصعود مع المنتخب الاولمبي احنا ما صعدناش بفرق نقطه بفرق يعني نقطة. بس كنت قريبين قوي بختنا وحش ان البطوله كانت صعبه المجموعه كنا احنا والمغرب وتونس والساحل العاج بياخدوا الاول بس كانت في المغرب على ما اتذكر لا بنلعب رايح جاي كانت ماتشاتها جاي يعني كسبنا تونس هنا وفي تونس كسبنا ساحل العاج في مصر وتعادلنا في ساحل العاج خسرنا من المغرب هناك وتعادلنا هنا هو ده الماتش المغرب راحت الاولمبياد بتاعت سيدني على نقطه واحده طبعا جيل بقى كان محمد فاروق وسيد عبد الحفيظ وايمن عبد العزيز وعبد الواحد السيد لا يعني كانت فرقه ده هو ده نفس الجيل احمد مجدي اهو حسام عاشور وعبد الله جلال والفي والباقي انا بقى مش متذكر ولكن وعماد عبدين اللي ورايا مش باين ده كان باك ليفت برده كويس قوي كان عندنا من النادي الاهلي فاجيال بس كمان افتكر انا كنت ماسك فرقه نادي الاتفاق السعودي في السعوديه كابتن اسامه جالي في الصيف ولد في مش اختبارات جالي كده قال لي عايز اتمرن نزلته قلت يمكن كويس السعوديه اسمه محمد لقيته الولد كويس بس طبعا وزنه زياده وبتاع عايز شغل بس الاساسيات موجوده فتاني يوم لقيت والده جه قال لي لا انا مش عايزه يلعب بس لو انت موجود يا كابتن خالد انا هخليه يجي التمرين فقلت له خلاص انا موجود وخليه يجي وده زي ابني وهحطه في عينيا اشتغلت معاه حمد دون بعد رابع سنه انا ما استمرتش ال4 سنين بس هو اشتغل معايا سنتين اخد احسن ناشئ على مستوى المملكه العربيه السعوديه ما شاء الله هي دي العين وده المدرب الخبير اللي يقدر يحط بصمته في لعيب حتى لو كانت موهبته ليلى كابتن خالد هروح استاذنك روح لفاصل وبعد الفاصل بقى عايز اتكلم
في المباراه المرتقبه والمهمه للنادي الاهلي يوم السبت القادم امام الترجي. وجهه نظر الكابتن خالد جدالله ايه ورسالته كمان لعيبه النادي الاهلي قبل المباراه يوم السبت. نروح لفاصل وبعد الفاصل اسمع راي كابتن خالد في مباراه الاهلي والترجي. اهلا بحضراتكم من جديد. بنقول لكابتن حسين الشحات كل سنه وانت طيب وبالتوفيق ان شاء الله يا سحس. يوم السبت عندنا لقطه دلوقتي لعيبه النادي الاهلي وهي بتحتفل في بدايه التمرين النهارده بالكابتن حسين الشحات. دي طبعا الممر الشرفي ده الممر الشرفي زي ما كابتن خالد بيقول لقطه معتاده دايما في احتفالات واعياد ميلاد لاعبي النادي الاهلي. يعني الخبطه دي بتفوق برضه. بس عمرو السوليه ما شاء الله يعني قلبه ابيض. عمرو السوليه بص قلبه ابيض قوي من ناحيه حسين الشحات. يعني ما بعديش بيد واحده لا بيدين الاثنين. الروح جميله طبعا ومع الروح دي في تركيز كبير جدا لمباراه السبت القادم. كابتن خالد شايف مباراه الاهلي والترجي من السبت القادم ازاي؟ لا مباراه صعبه يعني يمكن انا هقول عليها الشوط الثاني من المباراه. احنا خلصنا شوط اولاني بتفوق واضح ونتيجه الحمد لله كويسه جدا مرضيه وبعرض اكتر من رائع. لسه الشوط الثاني فلازم على لاعبتنا ينسوا المباراه الاولى دي خالص، يركزوا في المباراة الثانية بشكل كبير جدا ويشوفوا هم كانوا كويسين ليه في المباراة الأولى ويبنوا على كل حاجة كويسة هم عملوها خلال المباراة الأولى. أبرزها إيه؟ نمرة واحد طبعا التركيز اللي فوق العادة لعيبة النادي الأهلي في المباراة الأولى برغم الظروف اللي حصلت دي. برغم ده بالعكس ده يمكن الظروف اللي حصلت دي زودت من نسبة تركيزهم كمان 200% لأن كانت ظروف صعبة جدا، ولكن بخبرتهم وبشخصية لعيبة النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي مفيش حاجة بتفرق معانا وبيقدروا يفصلوا وبيقدروا يركزوا في الهدف اللي هم عايزين يوصلوا له والحمد لله وصلنا له. يبقى نقول نمرة واحد التركيز مهم جدا في الماتش اللي جاي، عدم ان ما نرتكبش اخطاء بره خط ال 18 عشان ما يبقاش فيه كور ثابته علينا لان هم بيتميزوا بيها، ممكن ان هم يسجلوا فينا من خلال اي كوره ثابته من خارج منطقه ال 18. نمره ثلاثه استثمار الفرص وده دايما أيوة أنا هي دي النقطه بقى المهمه اللي انا بقوله للفرق الكبيره طبعًا. ازاي ان انا من نص فرصه اقدر احرز هدف. محمد شريف الماتش اللي فات كرة صعبه جدا الانفراد استلم وحطها حلو جدا والتحرك يعني كمان اللي قبل الاستلام ممتاز قطع من بره لجوه بالظبط من بره لجوه بحيث ان هو حتى مش طولي يعني هو ما قطعش طولي فكرنا بكابتن خالد جدالة زمان والسرعات بتاعته وبيك انت كمان السرعة حلو ولا وازاي هو حطها طبعا بوش رجله الخارجي راحت في القايم وازاي هو تابع الكوره برده عشان ترجع له تاني. ما هو دي كان ممكن يلعبها ويقف الكوره تيجي الجون يقوم ياخدها تاني. فاستثمار الفرص التركيز الروح القتاليه. الماتش اللي فات لو كنا نبص على اي كره مشتركه ما بين لعيبه الترجي ولعيبه النادي الاهلي كنا احنا اللي بناخدها. فباذن الله بشخصيه لعيبه النادي الاهلي وخبرتهم وبالثلاث نقط التركيز واستثمار الفرص والتمركز الجيد والتحول السريع ما بين الدفاع والهجوم والعكس باذن الله ربنا هيكرمنا باذن الله. شرفتنا ونورتنا كابتن خالد. شكرا يا كابتن اسامه انا سعيد جدا ان انا كنت معاك. دايما بستمتع بلقائي معاك. ربنا يخليك. شكرا شكرا يا كابتن. التركيز والاستثمار دي اهم يعني رسائل الكابتن خالد للعيبه النادي الاهلي. وبرده من هنا بنقول لكبير الهدافين كابتن عماد متعب الف سلامه. عماد متعب واحد يعني من ابناء النادي الاهلي اللي عاشوا وتربوا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وحقق نجاحات كبيره مع الفريق الاول وايضا مع منتخب مصر. بنقول له الف سلامه كابتن عماد متعب. امبارح انا كلمته مكالمه شخصيه والحمد لله طمني وقريب يسافر عشان يطمن على نفسه. دي لعيبه الفريق الاول بالنادي الاهلي كابتن رامي ربيعه كابتن من الشناوي سعد سمير ايمن اشرف وليد سليمان ومحمد شريف شايلين تيشيرت عماد متعب رقم 9 وكمان مشاركه من لعيبه النادي الاهلي عماد متعب وبقولوا له ألف سلامة وإن شاء الله ترجع لنا يعني عماد متعب بتاع زمان اللي احنا نعرفه قريب. بكده انتهت حلقتنا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. نشوف حضراتكم الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من الأشبال.